أهلا بكم مشاهدينا. أسوأ كارثة طبيعية تضرب سوريا وتركيا منذ عام 1939، كارثة زادت من أوجاع السوريين ووضعت تركيا في نفق مظلم بسبب حجم الدمار الذي لحق بها، مأساة وضعت الإنسانية تحت الاختبار. هناك من اجتاز هذا الاختبار بنجاح، وهناك من فشل، وهناك من اتهم باستغلال الأزمة لأغراض غير نزيهة مثل الدعاية والشهرة. فبجانب المساعدات الرسمية التي قدمتها الحكومات للبلدين المتضررين، كان لحملات التبرعات الشعبية حضور قوي للغاية، وخصوصا تلك التي أشرف عليها مشاهير الفن ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. أطلقت حملة رسمية شعبية سميت تركيا قلب واحد، شاركت فيها كل طوائف الشعب المختلفة، مشاهير وأفراد وجهات حكومية وخاصة. شاركت في عملية بثها على الهواء مباشرة 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، واستطاعت في غضون 7 ساعات فقط جمع أكثر من 115 مليار ليرة تركية، أي نحو 6 مليار دولار في سوريا. خصص بعض المؤثرين والمشاهير السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي منصات النشر الخاصة لديهم من أجل فتح تبرعات للمنكوبين، منهم اليوتيوبر السوري يمان نجار الذي سيوفينا طبعا بعد قليل بتفاصيل هذه الحملة، رفقة الممثلة السورية يارا صبري التي بدورها كذلك حثت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمنكوبين في سوريا، موجهة رسالة قوية ومؤثرة للأمم المتحدة. في ذات السياق، نجحت فرق الإنقاذ التركية في إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في هاتاي بعد أكثر من 11 يوما على وقوع الزلزال. وفي شأن متصل، وبالأمس أكد المركز الأورو متوسط لرصد الزلزال أو الزلازل أن هناك هزة أرضية جديدة بقوة 4.7 درجات ضربت جنوب تركيا وشعر بها سكان في مناطق في سوريا وكذلك لبنان. في خبر آخر مشاهدينا، أعلنت القيادة الأمريكية مقتل حمزة الحمص القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية يوم الخميس شمال شرق سوريا، وذلك خلال غارة مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، أسفر الاستهداف عن إصابة 4 جنود أمريكيين. بالعودة مشاهدينا إلى موضوع هذه الحلقة من استوديو الآن، المساعدات التي خصصت وحملات الإغاثة التي خصصت للمنكوبين في سوريا وتركيا كذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. دعوني أرحب وإياكم معنا من أمستردام يمان نجار اليوتيوبر السوري والممثلة السورية يارا صبري معنا من اسطنبول، أهلا بك أو بكما معنا في هذه الحلقة. البداية من الممثلة يارا صبري، حدثينا عن دور الممثل الفنان الفن بشكل عام في مثل هذه الأزمات والمحن التي يمر بها السوريين اليوم في الفترة الأخيرة وبعد هذا الزلزال. بداية بترحم على أرواح ضحايا الزلزال كلهم بتركيا وبسوريا، وبدي أقول لأهالي المتوفين كمان عزائنا من القلب، نحن حاسين بالعجز الشديد ولكن قلوبنا معهم، إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل للجرحى. الحقيقة أنا بشوف إنه يعني من موقع أي حدا مؤثر، خلينا نقول يعني هو شخصية عامة، فالناس أو الجمهور يلي بيكون صاحب الفضل الأكبر عليه بهي الشهرة أو بالمكان اللي هو وصل له، فأقل شيء ممكن يتقدم لهدول الناس إنه يحاول بكل جهده يقدم ما يقدر عليه لمساعدتهم، للوقوف جنبهم باللحظات الصعبة، باللحظات الكارثية مثل الشيء اللي صار هلأ بهذا الزلزال المدمر. فأنا بشوف إنه من أهم الأشياء اللي ممكن يعملها الممثل أو المؤثر بشكل عام يعني أو الشخصية العامة واجبه
انه يقوم باي شيء ممكن يساعد فيه. في كثير ناس قدروا ينزلوا يعملوا حملات تقرب لله سبحانه، في ناس ما قدروا يكونوا على الارض مع الناس، فاقل شيء انه عن طريق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يحفزوا الناس اللي بتتابعهم اللي بتحبهم اللي بتسمع فيهم، انه تكون هي الكارثه او الاهتمام بضحايا هي الكارثه هي من اولوياتهم في الحياه. انا بشوف انه هذا من اهم الادوار اللي ممكن يكون فيها ممثل او مؤثر او شخصيه عامله بهيك ظرف. طيب مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، ما حدث بعد الزلزال أو الزلزال زاد من أوجاع السوريين، فكيف تابعتي كل ما يحدث؟ كيف تابعتي هذه الصور الفيديوهات المنتشرة بشكل كبير جدا لأشخاص ربما من تحت الأنقاض لانتشال الجثث، صور ربما تكون مؤلمة جدا، كيف تابعتها الفنانة يارا صبري؟ الحقيقة كانت اللحظات كثير مرعبة. هلا نحن يعني دائما بنقول انه بالاخير امنين كنا، يمكن انا وحده من الناس اللي كنت نايمه ما بعرف يعني سمعت خبر الزلزال او حدا اتصل فيني اطمئنان علي، لانه الناس لاول وحده يعتقدوا انه فيها يعني ما عرفوا بالضبط وين منطقه الزلزال، فالاصدقاء والاهل كله صار يتصل انه حاول يطمن وهيك، فعرفت بالخبر بعد نص ساعه. كان الخبر بالنسبه لي يعني كارثه الحقيقه، ما فتحت فورا لصحيفه الاخبار، بدات الصور تنهال علينا الحقيقه. الشيء اول شيء بدي اقول هو في لاول لحظه يعني اكثر من قهر الحقيقه، هو احساس بالعجز الشديد بالحزن الشديد، كان كثير شعور صعب انه نوصف الحقيقه لهاللحظه، لانه لهاللحظه انا صار بالعجز تعلمون، ومو بس انا يمكن كل الناس، بس مع ذلك شعور كثير كبير بالمسؤوليه انه احنا لازم نحاول كل واحد من موقعه من مكانه يقدر يعمل فيه. هذول الناس اللي تضرروا فقدوا احبائهم، في ناس لحد الان مفقودين مو معروف اذا هن احياء او اموات الحقيقه للاسف، وهذا الشيء رح يبين حجم الكارثه بعدين. انا للاسف انه هيك هذا اللي واضح قدامنا، لانه حجم الدمار كثير كبير، في كثير ناس لحد الان ما قدروا يوصلوا لهم، ما بيعرفوا هن الاحياء والاموات. حجم الكارثه الحقيقه كثير كبير، انا كانت كثير كبيره علي. في كثير من اصدقائنا فقدوا اهاليهم، ناس انا بعرفهم هون بتركيا فقدوا اهاليهم بانطاكيا، في ناس فقدوا اهاليهم في الشمال السوري، في ناس لحد الان عم يبحثوا عن اهلهم، حتى الان عم يحاولوا يعرفوا اخبار، عم يبعثوا على المستشفيات لحتى يعرفوا اذا عايشين ولا ميتين. فالحجم الكارثي اكبر كثير من الوصف الحقيقه، وعجزنا كمان كثير. مع ذلك عم نحاول انه قدر الامكان نقدم يلي بنقدر عليه فقط لا غير. رح نرجع إليك ست يارا لنحكي أكثر وبالتفاصيل عن الفيديو الذي نشرتيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي نشرت من خلاله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة سوريا والمنكوبين في سوريا، لكن دعيني أمر كذلك إلى اليوتيوبر السوري يمان نجار معنا من أمستردام، دعني أتحدث كذلك عن الحملة اللي أشرفت عليها واللي من خلالها استطعت أن تجمع أكثر من 100,000 دولار للمنكوبين في سوريا. أهلا بك معنا، حدثني أكثر بالتفاصيل عن هذه الحملة. مساء الخير عليك وعلى أستاذ يارا. بداية اسمحي لي نترحم على كل شهداء هي الكارثة، ونتمنى الشفاء العاجل والصبر للمصابين. بصراحة هي الحملة نحن عملناها بأول يوم، عملناها بشكل مستعجل لإغاثة الناس الموجودين بالشمال الغرب السوري، وتواصلت مع جميع داعمين برنامج التيك توك، وقمنا بهي الحملة. بصراحة هي ما كانت مدروسة قد ما هي كانت نابعة من القلب، انه نحن عم نحاول ندور يعني وايدينا مربطة عم نحاول نقدم شيء لهدول الناس. ففعلا عملنا بث مباشر، جمعنا من خلال البث ما يقارب 109,000 دولار امريكي
تحولت هذه المبالغ مباشرة إلى مجموعة هذه حياتي اللي موجودة هي بالشمال الغربي السوري. ما الذي ستوفره أو سيوفره هذا المبلغ؟ كيف سيتم التعامل مع هذا المبلغ؟ هل لديك تفاصيل أكثر حول هذه الحملة وكل طبعا المال الذي جمعته؟ توزع على أكثر من خطوة. أول خطوة كانت هي تأمين مأوى للناس اللي طلعت من البيوت. تم تأمين 450 عائلة مباشرة بثاني يوم مع تأمين الطعام والتدفئة وتأمين حاجاتهم الأولية. الخطوة الثانية هي كانت إنشاء مخيم. تم تثبيت المخيم إنقاذ واحد، الشباب اشتغلوا عليه. حاليا كمان فيه 50 عائلة عم يتقدم لهم الطعام والتدفئة وكل اللي بيقدروا عليه. طبعا تم توزيع سلات غذائية والحطب للتدفئة، ومستمرين ما زلنا بالحملة. طيب يمان، إلى أي درجة من المهم جدا ودور السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين على السوشيال ميديا مهم في هذه الأوقات؟ يعني صار لي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي دور مهم كما نرى، فمن خلالها جمعت هذا المبلغ لربما يكون خيالي في ظرف ساعات قليلة. صحيح، حاليا دور المؤثر دور كثير كبير. يعني نحن نشوف المؤثرين عندهم ملايين من المتابعين. المؤثر هو عنده منبر ممكن يستغله بهيك حالة، خصوصا هي الحالة هي حالة إنسانية، ممكن يستغله لمساعدة الناس، لزيادة تعاطف الناس مع هيك حالات. دور المؤثر على السوشيال ميديا دور كثير كبير. نحن عم نشوف بصراحة كثير من اليوتيوبرز السوريين، خلينا نحكي، متكاتفين مع بعض حاليا لحتى نقدم يد المساعدة لأهالينا. فدور دور المؤثر حاليا دور كثير كبير. يعني فينا نقول كل مؤثر عنده قناته الخاصة ممكن يوصل معاناة الناس، يسلط الضوء على معاناة الناس. أنا بالنسبة لي خليني أقول لك إنه أنا خصصت بثوثي المباشرة كلها لتسليط الضوء على معاناة الناس. نحن كنا بأول ثلاث أيام كنا عم نعاني من إنه معابر مسكرة والحدود مسكرة وبحاجة إنه ندخل المساعدات. فدور المؤثر حاليا دور كثير مهم لتسليط الضوء أقل ما يمكن على الكارثة. طيب بالحديث عن تسليط الضوء على مثل هذه المحن، دعني أمر إلى الممثلة يارا صبري، وبالحديث عن الفيديو الذي نشرتيه والذي طبعا تم نشره بشكل واسع جدا، نشرتي فيه الأمم المتحدة، نشرتي فيه المجتمع الدولي لمساعدة السوريين، هل التمستي نتائج على أرض الواقع بعد هذا الفيديو؟ هلا أنا طبعا يعني لا، يعني ما بعتقد انه نحن يعني من خلال فيديو واحد رح يكون في تاثير، ولكن هو تعبير عن موقف الحقيقه. يمكن انا وغيري لما بتتكاتف الجهود، وانا بعتقد انه صار في تكاتف لجهود حتى في كثير منظمات اغاثيه، وكثير حكوا بهذا الموضوع، وتم مقابله كمان مسؤولين من الامم المتحده عن هذا التقصير الحقيقه المخجل. انا هيك بشوفه طبعا، كتير مخجل وكتير في خذلان، مو بس للشعب السوري، لأي حدا ممكن يتابع هاي الكارثة ويتابع كيف تم التجاوب من الأمم المتحدة اللي هي يفترض أنه تكون الحاضنة والراعية الأولى لهيك لضحايا الكوارث الإنسانية. للأسف أنه صار هذا التخاذل، والحقيقة أنه نحن يعني أنا وفي مجموعة زملاء حسينا أنه واجبنا على الأقل أنه نحكي، نعلي الصوت، بلكي يوصل هذا الصوت. نتمنى أنه يكون له تأثير هذا هدول الرسائل اللي بعتناها. بس بكل الأحوال اللي بدي أقوله أنا أنه الحقيقة الناس المؤثرين واللي اشتغلوا، السوريين والعرب واللي اشتغلوا على الأرض، الحقيقة كان لهم يعني كثير تأثير أكبر من الأمم المتحدة. على الأقل من اللحظة الأولى كانوا موجودين على الأرض السورية، وحتى هون بتركيا كانوا عم بيحاولوا بشتى الوسائل أنهم يقدموا خدماتهم. فأنا فعليا من هون بحييهم كلهم، بحيي هي الروح العظيمة اللي عندهم، منهم طبعا إيمان ومنهم كتير ناس مؤثرين كانوا موجودين. طيب برأي حضرتك أنه المساعدات اللي تتلقاها سوريا في هذه الفترة غير كافية؟
قطعاً غير كافية، قطعاً غير كافية، لأنه الكارثة حجمها كتير كبير. المساعدات الحقيقة أنا برأيي مخجلة، إذا بدنا نحكي عن كارثة بهذا الحجم، إذا بدنا نحكي عن منطقة هي أصلاً منكوبة قبل ما يكون في زلزال، يعني منطقة منكوبة أساساً. المساعدات كانت موجودة ما قبل الزلزال، هي كانت موجودة على الحدود، حتى ما كانت عم تدخل عن طريق المعابر. فأول شيء دخل من المساعدات، المساعدات اللي أصلاً كانت موقفة ما عم تدخل من الشمال السوري. فأي طبعاً صار في تقصير كتير كبير. الأيام الأولى من الزلزال كان يجب أن يكون التجاوب أكبر بكتير من هيك. كان لازم ينبعث معدات لحتى تساعد الدفاع المدني والناس المتطوعين هناك لحتى يقدروا ينقذوا ما يمكن إنقاذه، ولكن للأسف انتركوا لحالهم وكانوا عم يشتغلوا بكل ما قوتوا من قوة ومن صبر ومن شغف ومن مسؤولية ومن وطنية لحتى يقدروا يطلعوا الناس من تحت الأنقاض. فأي طبعا غير كافية، ونحن بحاجة لمساعدات كتير أكبر من هيك من الأمم المتحدة، تحت اللي هي يفترض تكون راعية إنسانية لكل متضرري الكوارث. يعني هذا الشيء مستغرب كان جدا، مو بس مني أنا، من كل العالم، عرب وأجانب وكوريين. وفي شيء الحقيقة أنا بالنسبة لي ليس له تفسير. طيب الممثلة يارا صبري، كنت معنا مباشرة من إسطنبول، عفوا، شكرا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا، يبقى معنا اليوتيوبر السوري يمان نجار ويلتحق بنا بعد الفاصل الأستاذ عبد الرحمن كوزوم، عضو مجلس إدارة جمعية خبيب الخيرية، ابقوا معنا. وصلنا إلى فقرة رأيكم. في هذه الفقرة أجرت أخبار الآن استفتاء، سألت المتابعين كيف يرون تبرع المشاهير العلني لضحايا زلزال تركيا وسوريا. جاوب 59% قالوا أنه استغلال الأزمة دعائيا، أما أكثر من 40% أو 41% قالوا أنه انتصار للإنسانية. للحديث عن هذه الفقرة وعن السؤال الذي طرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوني أرحب وإياكم بالأستاذ عبد الرحمن كوزوم، عضو مجلس إدارة جمعية خبيب الخيرية. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن، حدثني كذلك عن هذه الحملات، حملات الإغاثة ربما في تركيا كذلك، وعن نجاحها بشكل كبير جدا في تركيا بالتحديد. أهلا وسهلا بكم. أول شيء أشكركم الرحمة لشهداء ضحايا هذه الكارثة سواء في سوريا أو الذين وقعوا في تركيا، والصبر لأقاربهم والشفاء للجرحى. هذه الحملات قد بدأت بالفعل في تركيا منذ اليوم الأول، حملات التبرع، وكانت بشكل كبير جداً. قبل يومين كانت هناك حملة عبر القنوات التركية المعروفة في بث مشترك، بث حي مشترك بين القنوات، وتم جمع أكثر من 115 مليار ليرة تركية، مبلغ ضخم جدا. كان فيه نوع من بعض الأشخاص من نوع من الدعاية، ولكن نحن لا نسلط الضوء على هذه
النسبة القليلة بالمئة وتسعين تقريبا كانت هي بسبب نابع عن نية سليمة، وكان في نوع من التنافس في الخير، وهذا شيء جيد نعتبره نحن شيء جيد. بصراحة الكارثة التي حلت في تركيا وسوريا، نحن كجمعية خبيب الخيرية بصراحة نحن رأينا الكارثة في سوريا ورأينا الكارثة في أفغانستان وفي بلدان كبيرة، ولكن لم نواجه أي كارثة مثل التي حلت في تركيا، طبعا في سوريا أيضا، ولكن الدمار الذي حل في تركيا هو دمار هائل. نحن كنا هناك، وأنا كنت هناك في هذه المدن، من هاتاي إلى عنتاب إلى أورفا إلى أضيمن، هناك مدن وقرى قد هدمت بالكامل، يعني كأنها قنابل ذرية قد وقعت على هذه المدن. بصراحة يعني مشينا أكثر من 500 كيلو متر في السيارة، مدن مهدمة، بيوت مهدمة، يعني شيء كارثي للغاية. يعني صراحة تختلف الطرق في جمع هذه التبرعات والمساعدات المتوجهة للمنكوبين في سوريا وتركيا، لكن النية واحدة دعني أقول. يمان، كما ذكرت تختلف الطرق، مثل أذكر من هذه الطرق ربما والفيديوهات التي أثارت الجدل بشكل كبير جدا، صحفي سوري أثار الجدل بعد قيامه بتحدي فنانات معينات، يعني الفنانة هيفاء وهبي بعدها الفنانة سيرين عبد النور. هناك من انتقد الصحفي السوري بشكل كبير جدا، انتقدوه وقالوا ربما أنه يبحث عن الشهرة أو تريند وما إلى ذلك. ما رأيك أنت في هذه الفيديوهات؟ أنا بصراحة بشوف يعني نحن قبل ما ندخل بنية أي شخص، نحن بحاجة إنه حاليا نسلط الضوء أكثر، بحاجة إنه تستفيد الناس أكثر. طيب حتى لو مثلا عم يستغل إعلاميا أو مثل بيقولوا إنه ترند، طبعا طيب هذا الشيء بيصب بمصلحة الناس الموجودين على الأرض، بيصب إنه بيستفيدوا أكثر، بيحصلوا على مساعدات أكثر. فأنا بشوف نحن بحاجة عالميا لتسليط الضوء أكثر على هدول الناس، فقبل ما نتهم أو قبل ما نفكر بنية كل شخص، نحن فعليا بدنا نشتغل حاليا على تأمين المساعدات والتبرعات لهدول الناس، فهذا هو هدفنا الحالي حاليا. بعدين ممكن نحكي بهالمواضيع، لكن هلأ تركيزنا طيب. لازم يكون لمساعدة الأستاذ عبد الرحمن كوزوم تحدث عن حملة تركيا قلب واحد واللي شارك فيها فنانين كثار من تركيا، ما الذي ينقص الفنانين ربما في سوريا للقيام بنفس الشيء، للمشاركة في حملة كبيرة لجمع التبرعات للمحتاجين في سوريا؟ ما الذي اليوم ينقص مجال الفني والمؤثرين والمشاهير في سوريا للقيام بنفس الشيء؟ أنا بشوف إنه ما بينقصهم شيء أبداً، بالعكس بحاجة نتكاتف أكثر. على نحن عم نشوف المؤثرين على السوشيال ميديا كسوريين، خلينا نحكي في نسبة كبيرة منهم، يعني خلينا نقول 99% من المؤثرين السوريين عم يشتغلوا على هذا الموضوع، متكاتفين مع بعض، في ناس فعلاً نازلين على الأرض عم يساعدوا سواء بتركيا أو سواء بسوريا، في ناس عم يجمعوا تبرعات، في ناس عم تسلط الضوء على معاناة الناس. بشوف انه الفنانين بالعكس هذا واجب، لانه الفنان مين يعني معلش، نحن مين اللي بيصنع المؤثر او مين هو سبب نجاح المؤثر او الفنان؟ ان هذول الناس، وهذول الناس ان ناسنا، ان اللي وصلونا لهون، فهذا اقل ما يمكن انه نحن ممكن نقدم لهم اياه بهذا الوقت، يعني هذا هو واجب علينا، هذا مو فضل، هذا واجب. استاذ عبد الرحمن، اذا تحدثنا كذلك عن المساعدات والخطوات المقبله التي ستعتمدها السلطات التركية بعد عمليات الإنقاذ وما إلى ذلك، ما هي الخطوات أو أهم أو أبرز الخطوات المقبلة؟ أنت في عين المكان ولديك فكرة عن ما يحدث، ما هي الخطوات المقبلة للسلطات أو تتخذها السلطات التركية الآن؟ نعم، يجب أن أذكر أنه يجب علينا الآن أن نركز على تسليط الضوء على جلب المساعدات، ولكن من يساعد أو كيف يساعد أو كذا، أعتقد هي ممكن أشياء
يتم الحديث عنها لاحقا، ولكن الآن يجب تركيز الضوء على المساعدات. هناك حاجات كبيرة يجب أن نغطيها سواء لأهالينا في تركيا أو في سوريا. جوابا على سؤالك، الآن الدولة التركية وضعت خطة للخروج من هذه الأزمة. الآن يعني اقتربنا الآن من أن نجمع البدء في جمع الأنقاض. الدولة وضعت خطة لسنة كاملة، خلال سنة سيتم تسليم أكثر من 100,000 وحدة سكنية، ولكن خلال ظرف هذه السنة ونحن الآن في أشهر باردة، نحن الآن بحاجة لبيوت الكونتينر، البيوت المستدامة. مع الأسف الآن نصبنا الكثير من الخيم، سواء نحن كجمعية كبيب أو جمعيات أخرى، ولكن هذه الخيم مع الأسف هي غير صالحة للعيش حاليا، بسبب أنه لا يمكن أن التدفئة بها غير صالحة، الجو بارد، نحن مقبلين بعدها إلى أشهر الصيف الحرارة، لا يعني أنها لا تمنع لا الحرارة ولا تمنع البرودة. فنحن الآن بحاجة إلى أكثر من 350,000 بيت كونتينر، وهذا العدد بصراحة هو غير موجود في العالم أبدا. نحن بحاجة الآن لتصنيع يعني إلى تصنيع بيوت جديدة. دولة قطر قد ستقدم 10,000 بيت، وقدمت البعض منهم، وبعض الدول العربية أيضا سوف تقدم من هذه البيوت، ولكن الحاجة أكبر مما نتوقع بكثير. يامان نجار، باختصار ما هي رسالتك الأخيرة للمؤثرين لمساعدة المنكوبين من هذا الزلزال؟ رسالتي أنه نتكاتف مع بعض، يكون في رابطة تجمعنا كلياتنا لحتى نفيد ونساعد أهلنا المتضررين. فياريت هيك نكون كلياتنا لقدام مستمرين بأنه نكون إيد واحدة، وما يكون الموضوع موضوع ترند، نستمر بهذا الموضوع لحتى نسلط الضوء على معاناة الناس الموجودين والمتضررين في سوريا وفي تركيا. اليوتيوبر السوري يامان نجار، كنت معنا مباشرة من أمستردام، شكرا لك على هذه المداخلة. وكذا الأستاذ عبد الرحمن كوزوم، عضو مجلس إدارة جمعية خبيب الخيرية، كنت معنا مباشرة من إسطنبول، شكرا لك أيضا على هذه المداخلة. شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، أذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالزلزال المدمر في سوريا وتركيا عبر الموقع الإلكتروني. إلى اللقاء. We'll be right back.